اهلا بكم مشاهدينا الكرام. دوما نسعد في قناه النيل الازرق في مختلف المساحات ان نقف على نجاحات المراه والتحديات التي تواجهها في الحياه وكيف تصنع لنفسها المساحه التي تسعد بها الاخرين وتخدم من خلالها المجتمع. كنا قبل فتره في مساء جديد قد تحدثنا عن مسابقه الوسام العالمي الذهبي، عن هذه المسابقة وكثير من تفاصيلها والمشاركات فيها. استضفنا نموذج لواحدة من السيدات السودانيات صاحبة مشاريع ومبادرات إنسانية خدمت من خلال المجتمع السوداني وتسعى دائما للمزيد بالمحبة. أهلا بها في هذا المساء، وهي قد أتتنا بالوسام العالمي الذهبي، كلنا فخر بها. مبارك لها ومبارك لحواء السودانية امتداد النجاحات عبر أجيال. خبير زراعي باش مهندس منال عبد اللطيف محمد بشير، ألف مبروك وسعيدين بك في مساء جديد وحمد لله على السلام. أهلا بك، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين لقناة النيل الأزرق، وأنا بشكركم كثير، كنتم يعني قدم خير علي في أنه جينا عرفنا بالمسابقة وبالتصويت، والحمد لله هو جينا موفقين وفايزين بالكاس ومنتصرين والحمد لله زي ما وعدتينا. انت قلت لنا حجيب لكم الوسام فعلا يعني بالتوفيق طبعا، ويعني فضل من الله من ربنا سبحانه وتعالى، يعني مبروك لك. بنهنيك وبنبارك لك، وانت فخر لحواء السودانيه وللسودان ككل، الف مبروك ومزيد من النجاحات ان شاء الله يا رب. باشمهندسه منال، يعني انت قبل كده تحدثتي عن المسابقه وفكره المسابقه، لكن الناس اللي انضموا حديثا لمتابعتك وحابين ايضا يتعرفوا على المسابقه وفكره المسابقه وتفاصيل ايضا وشروط المسابقه اللي انت انضميت لها، طبعا تفضلي. وحدي الوسام ده يعني ما ملكي لوحدي، الوسام ده انا بحدي لكل الشعب السوداني، يعني انا ما بنسى الناس وقفت معاي والشعب السوداني صوتوا لي ودعموني وكتبوا عني كلام جميل وقالوا في حقي كلام طيب جدا، وكل الأجهزة الإعلامية يعني دعمتني دعم كبير، وأشكر حكومة السودان وبشكر مؤسسة الحكمة اللي هي اللي عملت المسابقة والمؤتمر وهكذا، وبشكر كل الشعب الأردني ابتداء من صاحبة السمو الملكي الأمير ودان الهاشمي، وبشكرهم على حسن الضيافة والكرم وعلى حسن الاستقبال وحسن التكريم. والمؤتمر كان عبارة عن قمة عربية مصغرة تعرفنا فيه على مجموعة من النساء العربيات القياديات والرياديات، ويعني اتقنا بسيرة ذاتية فخمة لنساء قياديات وقصة نجاح لنساء ناجحات، واستفدنا كثير جداً من المؤتمر، وكانت فيه ورش عمل واخذنا اسمها الرخصة الدولية للمرأة القيادية والريادية ما شاء الله. المسابقة طبعا كانت على شرف المؤتمر، دائما المسابقة دي بتكون قبل المؤتمر، التكريم بيجي في المؤتمر في اليوم الأول، بيكون الافتتاح والتكريم بتاع أنا عندي فضول صراحة يا باشمهندس، يعني تكون أنت عارفة لدى ذلك وشينو صح؟ عندي فضول انه ياتوا مبادره، انا بعرف انه انت ما شاء الله سيده يعني متسعه في احتوائك لمبادرات المجتمع، افكارك واسعه جدا، يعني خيالك واسع في كيف انه انت بتسقطي الخير في شكل مشروع في شكل مبادره. ياتوا مبادره بالتحديد هي قادت لنا الوسام الذهبي. اولا المبادرات انا نشاطي الاجتماعي بدا وانا طالبه في جامعه الخرطوم. بديت بمبادرات كثيرة اجتماعية وثقافية وهكذا، لكن طبعا الواحد بعد ما يسقل موهبته بيكون عاوز يعني يعمم الفكرة على الآخرين. فالمبادرات اللي عملتها كثيرة، لكن أكثر مبادرة حقيقة كانت مؤثرة جدا اللي هي المجتمع المنتج. هي عبارة عن مبادرة أنا بقدم مشاريع بخبرتي في الزراعة وخبرتي في الإدارة، قدمت مشاريع جاهزة يمكن أكثر من عندي من 50 مشروع في مجال الإنتاج، بشجع الناس على الإنتاج، بقدم للسيدات للشباب للأسر المنتجة، بقدم لهم مشاريع جاهزة في مجال الزراعة في التصنيع الغذائي في مجال البيئة تدوير النفايات عن الصمغ العربي، يعني عندي مشاريع كثيرة جدا بتساعد على الإنتاج، والهدف منا انه نحفز الناس على العمل ومكافحه الفقر ومكافحه البطاله اللي هي انتشرت في المجتمع السوداني. المبادره دي حقيقه
يعني نجحت كثير وفي صدى، ويمكن الناس اللي قدموني المسابقه ديل هم الناس اللي حصل لهم تغيير. يعني واحده من تلميذاتي بتشتغل في جامعه الدول العربيه هي اللي قدمتني للمسابقه، قالت لي المسابقه دي بتشبهك لانه انت عملت لي تغيير في حياتي. فانا بقدم لهم، هم مشروعات وهم بينتجوا وبيتصلوا علي في الخاص بانهم عاوزين مزيد من التدريبات، والان انا بشرف على اعمالهم اللي هم بيعملوا فيها. ان شاء الله. يا سلام. في مثال للمراه الناجحه والمثابره والرائده في الاعمال، ويعني اللي واهبه كل يعني تفكيره وتميزها ايضا للاخرين عشان يقدروا ينجحوا ويتميزوا. وانت بتقوم بخطوه مميزه جدا على وهي محاربه البطاله اللي هي موجوده في السودان بكثافه يعني، ومثلت المراه السودانيه خير تمثيل لك التحيه. احساسك وشعورك يعني كنت متوقعه انه ممكن انت تكوني حائزه على يعني جائزه الوسام؟ كنت متوقعه انه ممكن تفوزي يعني؟ والله انا يعني العمل اللي بعمله ده يعني اولا يعني ما عاملينه عشان شكر او عشان جائزه، ده واجب، واجب وطني من كل انسان متعلم انه يقدم لوطنه ويسعى في تنميه تطوير وطنه. يعني السودان بلد كبير وبلد عظيم وعنده دين علينا، ونحن عشنا في البلد دي ويعني درسنا في مؤسسات التعليم الأولي ودرسنا جامعة الخرطوم مجانا، وعشنا يعني فيه حياة كريمة وشفنا كل الخير في السودان، فده واجب ما بيحتاج لشهادات أو ما محتاج لجوائز أو كده. لكن طالما الأمور صاغت وإنه بقت فيه مؤسسات بتقدم جوائز وتعتبر العمل التطوعي يعني بالذات النساء إنه وتشجيع للناس يعني تشجيع بالضبط. أيوة. كده هو تشجيع للناس انه يسروا بافكارهم، يسروا بخبرتهم في مجتمعاتهم. ويمكن الحكومات ما تستطيع انها تطور المجتمع لوحدها، لابد من العمل الجماعي، الحكومات مع منظمات المجتمع المدني مع الخبراء، وده الدور اللي بيطور المجتمع. ما في جهه واحده بتقدر تطور مجتمع كثير، بالذات مجتمع زي السودان، مجتمع نامي ومشاكله كثيره ومحتاج مننا لشغل كثير يعني. صحيح. طيب باشمهندس منال، يعني في الفترة الجاية نحن دارين نستفيد منك أكثر، ودارين الناس تعرفك أكثر والناس تستشيرك والناس يعني تأخذ منك ومن أفكارك ومشاريعك، طالما أنت باذلة بمجهود كبير وبمحبة وبنية صادقة يعني عندك رغبة تساعد الغير، فنستفيد منك في الفترة الجاية ومن مشاريعك وأفكارك وبتخططي لشنو؟ والله أنا يعني طموحاتي أنه أنا أشوف السودان ده في القمة، وأشوف الإنسان السوداني عايش حياة كريمة، وكل أسرة سودانية يعني تعيش في قدر العيش، نطلع من ضيق الحياة والمعيشة. وأتمنى إنه أشوف السودان في أعلى القمة، لكن المجالات كثيرة والسودان محتاج لشغل كثير. أنا عاوزة أركز في البداية اللي أنا بديت عليه في معاش الناس. أنا شغالة حسة في الاقتصاد الجزئي اللي هو الناس اللي أنا دربتهم وقدمت لهم مشاريع، بتمنى إنه أقدم لهم وسائل إنتاج للنساء للشباب، نقدم وسائل إنتاج عشان يكون في إنتاج حقيقي ويكون في تغيير حقيقي. بتمنى إنه أجد منظمات، أجد جهات تدعم المبادرة بتاعت المجتمع المنتج، ويكون بشكل منظم، ونقدر نحن فعلا قدمنا مبادرة حية للمجتمع السوداني. المبادرة الثانية أو العمل الثاني الحقيقي بيحتاج إنه نحن نقف عليه، واللي هو المجال بتاع التعاون، التعاونيات. التعاون واحدة من أهداف أو وسائل التنمية، وده أنا شغالة فيه حس حاليا، مجال التعاونيات عاوزين نقننه وعاوزين نطلعه من الفكرة التقليدية القديمة. صحيح. وحية تانية، الحل الوحيد للتطوير الريف وتطوير المجتمعات اللي هو مجال التعاونيات، فيها أداء كبيرة وفيها وسائل كثيرة للتنمية بالذات في الريف والناس اللي بينتجوا في الريف وحتى في المدن وحتى في السكن. يعني أنا بعتقد إن الجمعية التعاونية هي بتكون منفذ للإنسان في إنه بتكون حتى أداة للدولة ذاتها، بتساعد الإنسان في إنه يلقى كل خدماته في الجمعية بتاعته، ممكن ينتج منها وممكن يجد منها التمويل، ممكن يجد التأمين الصحي والتأمين على المنقولات، تأمن عربيتك وتأمن سياراتك، وبيجد منها يعني هي جمعية بتاعة تسليف وسائل الإنتاج،
وحتى الحج والعمرة أنا بعتقد أنه ممكن يكونوا من داخل الجمعية التعاونية. يعني الجمعية التعاونية هي بتكون منفذ للمواطن في أنه يجد فيها كل احتياجاته، وهي ذاتها مجال أنه بتطور المجتمع، لأنه الجمعية التعاونية أنت بتكون أنت مساهم فيها، أنت صاحب سلطة وبتكون صاحب قرار، وفي نفس الوقت أنت في المنطقة، ففي عوامل كثيرة بتخلي الجمعيات التعاونية سبب أو أداة فعالة في تطوير المجتمعات. أنا أتمنى أنه أقدر أطور المجال بتاع التعاون ونقدر نرتقي به. يا سلام، شكرا جزيلا لك وبنبارك لك مرة ثانية، وعجبتني فيك جدا ثقتك بنفسك وإيمانك بأنه الشعب السوداني والسودان بلد جميل ويستحق مننا كل خير، وأيضا يعني يستحق من أن نعرف العالم أجمع بأنه السودان واحدة من الدول اللي بتمتلك يعني خيرات كبيرة جدا، بس يجب استغلالها بطريقة صحيحة. نحن شكرا لك جدا باشمهندسة منال عبد اللطيف محمد، خبيرة زراعية، نورتينا وشرفتينا، ونتمنى من كل نساء بلادي يحزو حزوك، يعني هم ما شاء الله يعني متمكنات كل في مجاله طبعا، بس يحتاجوا إلى الثقة ويحتاجوا إنه يقدروا يمشوا خطوة إلى الأمام عشان يمثلوا السودان كما مثلت السودان خير تمثيل. شكرا جزيلا، الله يسلمك، شكرا لكم كثير. شكرا، الله يسعدك، أكيد الساندة. شكرا لكم.